قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رب اجعل لي علامة أستدل بها على وجود الولد مني وحصول الحمل عند زوجتي ليحصل لي السرور، وأبادر إلى القيام بشكر هذه النعمة شكرا جزيلا، ولأقوم بحقها حق القيام وأزيد في العبادة شكرا لك. قال علامتك التي طلبتها ألا تستطيع التحدث إلى الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة والإيحاء، مع أنك سوي صحيح، وفي هذه المدة أكثر من ذكر ربك وسبح بحمد ربك وقت العشي ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس، والإبكار ما بين صلاة الفجر إلى الضحى، وصلي لله شكرا له على ما أعطاك من نعم جليلة لا تحصى ولا تعد، فقد وهبك الذرية بعد أن بلغت من الكبر عتيا، وجعل هذا المولود من أنبياء الله المصطفين. وفي تلك الآية إشارة إلى عبادة عظيمة هي ذكر الله، وذكر الله حصن لكل عاقل، به تطمئن القلوب وتسكن النفوس وتغسل الخطايا والذنوب. وتأمل معي أخي الكريم، لو رخص الله لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا عليه السلام وللرجل يكون في الحرب. فلنبادر جميعا إلى الأذكار، وخصوصا أذكار الصباح والمساء، نتعلمها ونعلمها. جزاكم الله خيرا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.